هذا ولطالما كانت قناة الجزيرة القطرية أداة لنشر خطاب الكراهية والتحريض ومنبرا للخارجين عن القانون في استهداف واضح وممنهج للنيل من سمعة ومكانة مملكة البحرين. لم تبذل قطر جهدا على الصعيد الإعلامي إلا وبذلته لإشعال الفتنة في البحرين، فصارت الأداة المفضلة لدى شذاذ الآفاق لتمرير خطابهم التحريضي في انسجام تام مع أجندة القناة المعادية للبحرين. وبالنظر لنهج قناة الجزيرة نجد بأنها مجردة من حيادها الإعلامي، فلم يحدها ميثاق ولم يلزمها شرف، فانتهجت تشويه الحقائق وسخرت إعلامها من أجل خدمة ودعم الخارجين عن القانون، وانحازت لهم قلبا وقالبا على حساب شرفها الإعلامي. السلام عليكم يا شيخ. السلام أبو خليفة، شلونك؟ الله يطول عمرك. طيب، أكيد متابع التطورات. أي والله. أنا أتكلم وياك أبو خليفة، طلبت مني أن أنقل أي شيء بالنسبة إلى قوات الأمن وإعلان حالة الطوارئ. إحنا نتوقع سيل من الدماء. إحنا ما عندنا مانع نطلع حتى في الجزيرة الحين. هاي رسالتنا أن 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 ما يجري اليوم هو بإمضاء خليجي. توصل، بس أنا أبغي القرى اللي الحين عقب ما كلمتك أنا اللي صارت فيها مشاكل وشي، لأن إحنا ما عندنا مانع. كل قرى. لم تحترم قناة الجزيرة القطرية أي اتفاقات أو معاهدات ولا قوانين دولية بمنع التدخل في شؤون الغير، وهي دائما ما تكون رأس الفتنة وشرارتها، فهي تحرص على التدخل في الشؤون الداخلية للدول بطريقة مسيئة. هذا هدفنا الرئيسي، وأرجوكم تثقوا فينا. وهذا هدفنا الرئيسي، وأرجوكم تثقوا فينا، وانت عارفين احنا صادقين دائما معاكم. ماذا تبقى لهذه القناة من شرف المهنة وأخلاقها؟ فقد بات الجميع على وعي تام بأنها مشروع هدام يحرض على العنف والتمرد ونشر الفوضى، وتستهدف مكانة البحرين وسمعتها المرموقة حول العالم التي لن تضرها تلك السياسات الدخيلة على مجتمعاتنا. فالبحرين بقيادة مليكها ووعي والتفاف شعبها